فوت نار فوت نار كل الشعب يسيس وراك فوت نار فوت نار كل الشعب يسيس وراك يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي بالملايين من غزة وأنا كنت طبعا يا جماعة أنا في 9 أكتوبر كنت في داخل معبر رفح تم قصف معبر رفح أمام عيني في 2 من أبناء شركة سينا تصابوا ورجعونا ودخلنا في العريش وانتظرنا كذا مرة يفتح المعبر فما فتحش بسبب الضرب كل ما يجي يفتحوا المصري جاي مصر يفتح المعبر الإسرائيليين يضربوا المعبر فجماعة الخير أنا بحب أطمنكم أطمن المصريين كلهم إنه شعار أهل غزة اللي بيحبوا يوجهوا رسالة أهل غزة للشعب المصري كله إنه الجنة أقرب من سيناء الجنة أقرب من سيناء لأهل غزة يا جماعة الخير إحنا مش هنفرط في أرضنا ومش هنيجي على سيناء احنا هنموت في غزة هنموت في غزة بإذن الله هنستشهد وانا طبعا الله ما يسمحه كل التحية للشعب المصري انا شرفت ان اكون موجود بينكم ويعتبر غزة غزة Pass up!